للحديث أكثر حول أسواق النفط وأبرز ما توقعه لهذا الأسبوع ينضم إلينا دكتور محمد سرور صبان وكبير مستشاري وزير النفط السعودي سابقا. دكتور شكرا لتواجدك معنا، ودعني أبدأ معك من هذا الإعصار، الإعصار الذي يضرب اليوم لويزيانا. شهدنا إعصارات كثيرة في السابق من كاترينا إلى العديد من العصير الأخرى، وشهدنا كانت تأثير مؤقت فقط. هل تعتقد بأن الإعصار الذي يضرب الولايات المتحدة اليوم أيضا سيكون تأثيره مؤقت على الأسعار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإعصار، هذا إعصار كارثي كان البارحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإلى الآن لم يتحدد حجم الخسائر بعد. ولذلك صحيح نحن عرفنا أن هنالك أكثر من 91% من منصات الحفر ومنصات البترولية على خليج المكسيك قد تم إيقافها وتم تسريح العمالة الموجودة فيها، وتم إيقاف بعض المصافي التكرير في ولاية لويزيانا. الجزء الذي نتحدث عنه والذي ضرب بالإعصار جزء مهم بالنسبة لإنتاج وتكرير النفط، ولذلك أنا أتوقع أن الأضرار كبيرة وأن المسألة قد تأخذ فترة أطول. صحيح أن الأسواق لم تتأثر لأنه لم يتم تحديد حجم الخسائر ومتى ستكون العودة، وأمس سمعنا من حاكم لويزيانا يقول بأن عودة التيار الكهربائي قد تأخذ أسابيع في هذه الولاية، وهذه مسألة خطيرة جدا. طبيعة الحال الأسواق ستستجيب تباعا إذا كانت الأضرار كبيرة، وإذا كانت مدة العودة أو المدة اللازمة لعودة هذه الحقول وخطوط الأنابيب وأيضا مصافي التكرير إلى العمل بشكل طبيعي، هل ستكون قريبة أم لا؟ يجب علينا أن ننتظر لنرى. هل تعتقد بأن دكتور محمد التأثير سيكون أكبر على أسعار النفط الخام أو المنتجات النفطية اليوم؟ لأنه شهدنا ربما الارتفاع الأكبر كان في أسعار الجازولين مثلا في الولايات المتحدة. الاثنين، أنا أتوقع الاثنان سيتأثران بهذه العاصفة. سوق المنتجات حتما سيتأثر، لكن أيضا لاحظنا نحن في الأسابيع الماضية مدى الانخفاض في مخزون الخام الأمريكي، والذي انخفض بشكل كبير وانخفض عن متوسط الخمسة سنوات الماضية، وبالتالي فإن هذا مؤشر بأن هنالك سحب كبير من المخزون، يضاف له هذه المشكلة وهذا الإعصار، فهذا سيؤدي حتما إلى نقص أكبر في الخام، في الإمدادات من الخام، إضافة إلى الإمدادات من المنتجات، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة أو الأسابيع القادمة. طيب، اليوم تعلم بأن هناك ضغوط أمريكية على منظمة أوبك والحلفاء بأن يا جماعة زيدوا مستويات الإنتاج، نحن نريد أسعار جازولين أرخص في الولايات المتحدة. أوبك طبعا لديها سياستها الخاصة في ذلك، وبالتالي من الممكن أن لا تستجيب، ولكن المتغيرات الأخيرة كان لدينا إعصار و ربما اختلفت الأمور عما كانت عليه منذ شهرين أو ثلاثة أشهر فيما يتعلق بالنسبة لمتحورات كوفيد 19. هل من الممكن أن نشهد أي مفاجآت في اجتماع القادم لأوبك، أو ليس فقط اجتماع سبتمبر إنما حتى شهر أكتوبر؟ تحالف أوبك بلس يراقب الأسواق بدقة، ونجح خلال أكثر من عامين في ضبط أداء الأسواق وتحقيق التوازن، ولذلك هو لا يستمع لطلب من هنا وطلب من هناك. طبعا كمستهلكين الولايات المتحدة ترى في انخفاض الأسعار، لأن هذا من صالحها كمستهلك رئيسي في العالم.
ثاني مستهلك للنفط في العالم، ولكن أيضا دول تحالف الأوبك تستجيب لمعطيات السوق. إذا ما رأت أن هنالك حاجة لزيادة الإنتاج أكثر من 400 ألف برميل يوميا ستقوم بذلك. لكن أنا أتصور أن تحالف أوبك بلس قد على الأقل بالنسبة لشهر سبتمبر قد حزم أمره، وستكون هنالك زيادة طبيعية متوقعة تم اعتمادها من سابق، وهي 400 ألف برميل يوميا بغض النظر عن طلبات المستهلكين. يعني لا تغيير في ذلك. ماذا عن الأسعار؟ لا. بعد تراجع شهدناه كبير الأسبوع قبل الماضي، شهدنا تعويضه خلال الأسبوع الماضي. يعني تقلبات كبيرة نشهد على الأسعار. كيف ترى التوجهات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة؟ الأسبوع الماضي بدأ بانخفاض، وكان يطغى عليه متحور دلتا وانتشار الحالات، لكن تدريجيا رأينا مع ظهور أرقام مخزونات الخام الأمريكي بأنها انخفضت بحدود 3 مليون برميل، واستمرار في الانخفاض، وأيضا أخبار الإعصار التي سبقت. تعرف أن الأعاصير عادة تظهر المعلومات عنها قبلها بأيام، وهذه رأينا أن من يوم الأربعاء الماضي قد بدأ العالم أو بدأت الولايات المتحدة تتحسب للانخفاض، لإقفال بعض المنصات والتأهب لمواجهة هذا الإعصار، وبالتالي رأينا ارتفاع تدريجي في أسعار النفط. وبالتالي من يقول أن اليوم الأسعار لم تزد لأنه الإعصار قد تم أخذه في الاعتبار من الأسبوع الماضي، إلا لو كانت الأضرار كبيرة في تقييم اليومين القادمين فإن هذا سيؤثر إيجابا على الأسعار. لكن الأسعار عند مستوى مناسب، هي عند مستوى 72 دولار ونص للبرنت، 68 ونص دولار لخام ويست تكساس، وبالتالي أنا أرى أننا سنستمر في هذه الحدود، ربما أعلى يعتمد على الشائعات وعلى حقيقة الأضرار التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للإعصار. ولكن أنا أتصور أن متحور دلتا ولو أنه قصير الأمد سوف لن يطول، وبالذات بالنسبة للصين. الصين عودتنا أنها تعالج كل مشكلة وبالذات مشكلة النفط بسرعة كبيرة، ورأينا كيف عادت للأسواق وهي أول دولة تعود، وعاد الطلب العالمي الصيني إلى الانتعاش تدريجيا منذ شهور ماضية. وبالتالي أنا أتوقع أن الأسعار ستستقر في حدود 72-75 دولار إن لم تكن أقل لبقية هذا العام بإذن الله. دكتور محمد صبان، كبير مستشاري وزير النفط السعودي سابقا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. وبعد الفاصل الذهب يحوم عند أعلى مستوى في شهر بعد قمة جاكسون هول.